بيزورنا يطمن عليهم، ياخدوا تحصيناتهم، لو فيهم اي مشكله يجي لنا. ففي يوم اتصل بيا وقال لي انا عندي فرخه يا دكتور، هو الفرخه دي مربيها على اساس انه حيوان اليف، مش على اساس انه يستنى منها اي انتاج اذا كان بيض او لحمه. يعني هو خيار الذبح ده حاجه مش مفضله بالنسبه له. الفرخه وقعت من فوق، جابها لنا دايركت ما تاخرش، وجابها لنا كمان على انها طوارئ، يعني ما جاش في وقت العياده، جت على انها طوارئ.